بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم أسفي، السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، السيد رئيس المحكمة الابتدائية، السيد وكيل الملك للمحكمة الابتدائية، السادة رؤساء الأمنية المصالح الأمنية وممثلي السلطة المحلية، السادة المنتخبون، السادة رؤساء المصالح الخارجية للدولة، السيد مدير المكتب الشرعي للفصاد أسفي، السادة ممثلي وسائل الإعلام، السادة متقاعدي أسرة الأمن الوطني، السيدات أرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني، السادة أطر وموظفي هذا الأمن الإقليمي. أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والتقدير الواجب له. في مثل هذا اليوم من كل سنة يتجدد لقاؤنا وتغمرنا سعادة كبيرة للقائكم والاحتفال معكم بهذه المناسبة السعيدة التي تخلد لذكرى تأسيس الأمن الوطني، وإنه لمن دواعي فخرنا تلبيتكم الدعوة وحرصكم على مشاركتنا هذا الحفل. فبمزيد من الفخر والاعتزاز، ها نحن وإياكم نخلد هذا اليوم الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، المؤسسة التي وجدت لخدمة الوطن والمواطنين. وبذلك أغتنم هذه الفرصة باسم السيد المدير العام للأمن الوطني أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أطر الأمن وموظفي الأمن الإقليمي بأسفي للترحيب بكم وتجديد مدى سعادتنا للقائكم، شاكرين لكم حرصكم على مشاركة أسرة الأمن الوطني احتفاءها بهذه الذكرى الغالية. أيها السيدات والسادة، إن هذه الذكرى الغالية تعتبر كذلك فرصة سانحة لنا جميعا لتهنئة نساء ورجال الأمن الوطني على الجهود الجبارة التي يبذلونها من أجل استتباب الأمن والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين والذود عن مقدسات المملكة ووحدتها الترابية بكل تفان وإخلاص ونكران للذات. وهي كذلك فرصة لتوجيه الشكر أو الشكر الجزيل لموظفي الأمن المتقاعدين على ما أسدوه من تضحيات جليلة طيلة حياتهم المهنية، وهي مناسبة تحمل كذلك في طياتها معاني ودلالات عميقة تشكل فرصة سانحة لتقوية الروابط بين مجموعة عناصر الأسرة الأمنية وخلق المزيد من الانفتاح على مختلف الشرائح المجتمعية وترسيخ مبدأ القرب وتجسيد مفهوم الشرطة المواطنة التي تستجيب لانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمرفق الأمني. ووفقا للإرادة الملكية السامية الهادفة إلى تكريس عمل أمني منسجم وهادف يرقى إلى تطلعات المواطنين ويساير مستجدات العصر في احترام تام للحريات العامة وحقوق الإنسان في إطار دولة الحق والقانون، ووفق مقاربة تشاركية قائمة على التواصل والانفتاح على جميع مكونات المجتمع، كما ينم كذلك عن الرغبة الأكيدة في جعل هذه المؤسسة التي لا غنى عنها في ضمان أمن الأفراد والممتلكات رافعة ترمي تعزيز صورة الشرطة المنفتحة على محيطها. وإن خير دليل على هذا التوجه هو مواصلة تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة للدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة بمدينة أكادير من 17 إلى غاية 22 من الشهر الجاري، بعد سابقاتها في كل من مدن الدار البيضاء، مراكش، طنجة وفاس، والتي دأبت من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني على تقديم مجموعة من الأروقة المتنوعة والموضوعات للتحسيس والتعريف بالخدمات العديدة التي تقدم مختلف مصالح الأمن الوطني، إضافة إلى التعريف بمختلف الفرق والوسائل التقنية واللوجستيكية التي تعتمد عليها المديرية العامة للأمن الوطني في عملياتها النوعية من أجل استتباب الأمن بعموم تراب المملكة. أيها السيدات والسادة الأفاضل، إنه بحلول هذه الذكرى من كل سنة تجدد أسرة الأمن الوطني العهد على مواصلة أداء الواجبات الملقاة على عاتقها بنفس الروح المتفانية والانضباط والتعبئة واليقظة العالية والالتزام التام بسيادة القانون، ومعها أيضا
تتجدد أواصر المحبة مع كل المغاربة الذين ما فتئوا يبدون امتنانهم وتنويههم بما تبذل أسرة الأمن الوطني من تضحيات جسام، ويتزايد إعجابهم وفخرهم بما تحققه من نجاحات لإشاعة الطمأنينة وإقرار الأمن. وفي خضم جو الاحتفال هذا لا بد من استحضار جملة المكاسب التي حققت مصالح هذا الأمن الإقليمي في مواكبتها لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى توجيه وتحسين عمليات الوحدات الأمنية الميدانية في مجال محاربة الجريمة على النحو الذي يتيح تحقيق مبدأ شرطة القرب أو شرطة قريبة ومواطنة. فإن جهود هذا الأمن الإقليمي قد ركزت أساس نشاطها في إعطاء الأولوية للجانب النوعي وترشيد استعمال الموارد البشرية واللوجستيكية في سبيل محاربة الجريمة العنيفة بحكم تأثيرها المباشر على الإحساس بالأمن لدى المواطن. هذا الالتزام الذي أعطى أكله بفضل الجمع بين المقاربتين الوقائية والزجرية، فالأولى ترتكز على مبدأين أساسيين وهما الاستباق في محاربة الظواهر الإجرامية لاجتثاثها من مهدها، وتنبني على تجسيد مبدأ شرطة القرب والشرطة المواطنة من خلال التواجد الدائم بالشارع العام والاستماع الموضوعي اليومي لمتطلبات وانتظارات المواطن في المجال الأمني، إضافة إلى اعتماد العمل التشاركي عن طريق التنسيق المحكم مع السلطات المحلية والقضائية وفعاليات المجتمع المدني بمختلف انتماءاتها ومجالات اشتغالها بصفتهم شركاء جوهريين في العملية الأمنية. أما المقاربة الثانية وهي المقاربة الزجرية والتي تشكل المهام أو المهمة الأساسية لمصالح الشرطة التي تزاول المهام القضائية بالنظر إلى توفرها على عناصر ذات كفاءة وحرفية في مجال الأبحاث القضائية والتحريات، إضافة إلى تكونها من فرق تقنية متخصصة في مجالات البحث الجنائي على غرار فرقة محاربة العصابات التي تم إحداثها مؤخرا على مستوى هذا الأمن الإقليمي. وبالتالي فإن كل هذه المكونات ساعدت على وضع خطط أمنية محكمة أدت إلى الحد من مختلف الظواهر الإجرامية وتراجع معدل الجريمة خاصة العنيفة منها على مستوى هذه المدينة، وذلك تنزيلا لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال محاربة الجريمة 2022-2026. وكما تعلمون فإن المؤشرات والنتائج اليومية التي تشكل موضوع تتبع مستمر من طرف هذه القيادة الأمنية والمصالح المركزية، والتي سوف نريد بعضا منها بالمناسبة على سبيل الاستئناس من خلال الأرقام المسجلة على مدار السنة كاملة ابتداء من فاتح شهر ماي من السنة الماضية إلى حدود الفاتح من الشهر الجاري، تقودنا إلى الاطلاع عن كثب على حقيقة الجهود المبذولة بتنسيق تام ومحكم بين قطبي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي تتماشى مع التطور الحاصل في حجم التحديات التي يعرفها التسيير الأمني، وذلك على الشكل التالي. فيما يخص مجال محاربة الجريمة، فقد تم التثبت من هوية 94,659 شخص، وتم إنجاز 23,667 قضية من أصل 25,255 مسجلة، أي معدل إنجاز يصل إلى 94%. عدد الأشخاص المضبوطين في حالة تلبس 13,590، ثم عدد الأشخاص المبحوث عنهم وطنيا الذين تم إيقافهم 2,262 شخص. أما في مجال مواجهة آفة المخدرات، فإن استراتيجية هذا الأمن الإقليمي تسير وفق الحزم نفسه من أجل التصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال ومواجهة المخاطر التي تشكلها عبر ترويج هذه السموم، وذلك من خلال تقوية آليات البحث عن المخدرات وحجزها، وضع اليد على الأدوات والوسائل اللوجستيكية التي تعتمدها الشبكات أو الأفراد في ترويجها. أما الإحصائيات المتعلقة بهذا الخصوص فيمكن إبرازها بالأرقام التالية: عدد الأشخاص الموقوفين من أجل حيازة المخدرات 1983، كمية الشراء أو المخدرات المحجوزة 2,171 كيلوغرام، كمية القنب الهندي أو الكيف 120 كيلوغرام، كمية التبغ المهرب 21 كيلوغرام، الأقراص المهلوسة
المحجوزة 6736 قرص وانويز، كمية الكوكايين 120 غرام من هذه المادة. السيارات المحجوزة في إطار التجارة المخدرات 8 سيارات، الدرجات النارية 171 درجة نارية. أما فيما يخص مجال الضبط، ضبط مجال المرور والسير والجولان وتوفير شروط السلامة لمستعملي الطريق سواء كانوا راجلين أو راكبين، فلا بد من الإشارة إلى الجهود المبذولة من طرف فرقة المرور التابعة لهذا الأمن الإقليمي ومختلف مكوناته، حيث تعمل على هذه الوحدة جاهدة على ضبط مجال السير الطرقي، بالإضافة إلى تفعيل المراقبة الطرقية لفرض احترام النصوص القانونية لمدونة السير وتحقيق السلامة على الطرق ومحاربة المخالفات المتسببة فيها في حوادث السير وكل أشكال التهور واللامبالاة. ومن المفيد هنا الإشارة بعجالة إلى بعض الأرقام التي تعكس حجم الجهود ومدى دقة الخطة المعتمدة، حيث تم خلال نفس المدة الفاصلة بين الفاتح من شهر ماي من السنة الماضية إلى غاية الفاتح من نفس الشهر في هذه السنة، من تسجيل أو ضبط 37826 مخالفة وحجز أو وضع 1006 سيارة بالمحجز البلدي و1093 درجة نارية. كما أن هذا الأمن الإقليمي يطمح إلى المزيد من التعاون والتواصل والتفاعل لما فيه مصلحة المواطنين. وفي هذا الإطار أجدد شكري وامتناني للسيد عامل صاحب جلالة إقليم أسفي لدعمه المتواصل لهذا الأمن الإقليمي، واستغل هذه الفرصة كذلك لتوجيه الشكر الجزيل إلى أسرة القضاء على سعة الصدر والتعطيل الفعال ضد الشرطة القضائية في مجال الأبحاث القضائية التي يباشرونها. ومن جهة أخرى أتقدم بتحياتي الخالصة كذلك إلى قادة القوات الأمنية العمومية في شخصية القائد الجاوي للدرك الملكي، القائد الإقليمي للقوات المساعدة، قائد اللواء الخفيف للتدخل السريع، القائد الإقليمي للوقاية المدنية، والشكر موصول كذلك لرئيس الفرقة المحلية لمراقبة التراب الوطني ولممثلي السلطات الإقليمية والمحلية سيد باشا المدينة ولجميع المصالح الخارجية على دعمه المتواصل لمصالح الأمن وعلى الحس الأمني الذي عكسوه من خلال تعاونهم ومساندتهم، الشيء الذي شكل وما يزال يشكل قيمة مضافة في مجال الرقي بالعمل الأمني في بلادنا عموما وفي هذه المدينة على وجه الخصوص. وإذ نستحضر بمناسبة هذه الذكرى العظيمة العزائم الخالصة والجهود الجبارة للنساء ورجال الأمن بمختلف مصالح الأمن الإقليمي بأسفي والشجاعة والتعبئة ونقران الذات، لا بد أن نتقدم باسم السيد المدير العام للأمن الوطني ليهم جميعا بما في ذلك المتقاعدين منهم بالتحية والتقدير، داعيا للمولى عز وجل في علاه أن يكلل جهودهم بالتوفيق مجندين جميعا ورائع عائل البلاد حامي حماها وضامن أمنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.